بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائنا الطلاب، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الرابع. عنوان الدرس: حفظ سورة الأعلى من الآية العاشرة حتى الآية التاسعة عشرة. أعزائنا الطلاب، وفي بداية الدرس لا بد لنا أن نتعرف الأهداف، حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتلو الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة تلاوة صحيحة مجودة. ثانيا، أن يفسر معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات. ثالثا، أن يلخص المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة. رابعا، أن يحفظ الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة حفظا متقنا. أعزائنا الطلاب، ولا بد لنا أن نستظهر الآيات الكريمة السابقة التي درسناها في الجزء الأول من الآية الأولى حتى الآية التاسعة من السورة الكريمة. افتح كتابك المدرسي صفحة 79، ثم سمع الآيات الكريمة من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة. عزيزي الطالب، أوقف الفيديو، تأمل الآيات الكريمة أمامك، سمع الآن الآيات الكريمة المقررة السابقة. أعزائنا الطلاب، وبعد أن استظهرنا الآيات الكريمة التي درسناها في الجزء الأول من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة، تعالوا بنا نبدأ بالهدف الأول من هذا الدرس، حيث يتوقع من الطالب في الهدف الأول أن يتلو الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة تلاوة صحيحة مجودة. أعزائنا الطلاب، تعالوا بنا نفتح الكتاب المدرسي على صفحة 79 ونتأمل الآيات الكريمة المقررة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة. أولا، سنستمع الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة من فم الشيخ تلاوة نموذجية. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والآن مع التلاوة النموذجية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم. أما الآن عزيز الطالب، أوقف الفيديو ثم اقرأ الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة تلاوة فردية. أحسنت، بارك الله فيك. أعزائنا الطلاب، وفي ختام الهدف الأول، تعالوا بنا نتقن تلاوتنا لبعض الكلمات القرآنية التي مرت بنا في سورة الأعلى قبل قليل. اقرأ معي الكلمات التالية: ويتجنبها. أحسنت. الكلمة التي تليها: أفلح من تزكى. أحسنت. الكلمة الثالثة:
تؤثرون. أعزائنا الطلاب، تعالوا بنا نبدأ بالهدف الثاني. والهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات. عزيزي الطالب، تعال بنا نتعرف معاني المفردات الجديدة التي مرت بنا في السورة الكريمة. انظر إلى الآيات الكريمة المقررة أمامك، ستجد أن بعض الكلمات قد لونت لك باللون الأحمر. تعال بنا نتلوها ونتعرف معانيها. الكلمة الأولى أفلح ومعناها فاز. أحسنت. الكلمة الثانية تزكى، أي تطهر من الكفر والمعاصي. الكلمة الثالثة تؤثرون ومعناها تفضلون. أعزائنا الطلاب، وفي ختام الهدف الثاني، تعالوا بنا نستذكر معاني المفردات التي مرت بنا قبل قليل. الكلمة الأولى أفلح، أي فاز. الكلمة الثانية تزكى، أي تطهر من الكفر والمعاصي. الكلمة الثالثة تؤثرون، أي تفضلون. أعزائنا الطلاب، وننتقل للهدف الثالث. والهدف الثالث أن يلخص الطالب المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة. أعزائنا الطلاب، تعالوا بنا نتعرف المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة. يبين الله جل وعلا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبليغ دين الله تعالى وبيان الطريق القويم. فأما تعامل الناس مع رسالة الله يكون بين فريقين اثنين: الفريق الأول المؤمنون، وهم الذين يخشون ربهم ويحرصون على طاعته، فهؤلاء في الجنة بإذنه جل وعلا. أما الفريق الثاني هم الكفرة والمنافقون، فإنهم يجتنبون كل ما يذكرهم بربهم ودينه، فمصير هؤلاء إلى النار. فطريق الفوز برضا الله ونعيم الجنة ذكره الله تعالى وبينه في جميع الكتب السماوية ولجميع الرسل عليهم السلام. تعالوا بنا في نهاية الهدف الثالث نجيب عن هذا السؤال. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. أولا، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبليغ دين الله تعالى وبيان الطريق القويم. العبارة الثانية، يحرص المؤمن على فعل الخير وتطهير نفسه من الذنوب. ما رأيكم بالعبارة الأولى؟ أحسنتم، العبارة صحيحة. وما رأيكم في العبارة الثانية؟ أحسنتم كذلك، العبارة صحيحة. أعزائنا الطلاب، أما الآن تعالوا بنا للهدف الرابع. والهدف الرابع أن يحفظ الطالب الآيات الكريمة من الآية العاشرة وحتى الآية التاسعة عشرة حفظا متقنا. هيا نبدأ عزيزي الطالب بالآية العاشرة. سيذكر من يخشى. أعد، احفظ الآية وكررها. أحسنت. الآية الحادية عشرة، ويتجنبها الأشقى. أحسنت، كرر الآية مرة أخرى مع الآية العاشرة. الآية الثانية عشرة، الذي يصلى النار الكبرى. احفظ الآية وكررها مع الآيات السابقة. الآية الثالثة عشرة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
كرر الآية بعد حفظها واقرأها تراكميا مع الآيات السابقة. الآية 14: قد أفلح من تزكى. احفظ الآية واقرأها تراكميا مع الآيات السابقة. أحسنت. الآية 15: وذكر اسم ربه فصلى. احفظ الآية وكررها مع الآيات السابقة. أحسنت. الآية 16: بل تؤثرون الحياة الدنيا. احفظ الآية وكررها مع الآيات السابقة تراكميا. أحسنت. ننتقل إلى الآية 17: والآخرة خير وأبقى. أحسنتم. الآية 18: إن هذا لفي الصحف الأولى. احفظ الآية وكررها تراكميا. بارك الله فيك. وننتقل إلى الآية الأخيرة، الآية 19: صحف إبراهيم وموسى. احفظ الآية وكررها تراكميا مع الآيات السابقة. أحسنت. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. جزاكم الله خيرا وكتب لكم الأجر. أعزائنا الطلاب، وفي ختام درسنا تعالوا بنا نكمل قراءة الآيات الكريمة من حفظنا. سأقرأ الآية 10 وتتابع أنت حتى الآية 19 لوحدك. سيذكر من يخشى. أما الآن فلا بد لنا من تثبيت هذه الآيات الكريمة من الآية 10 وحتى الآية 19 تراكميا مع الآيات السابقة من الآية الأولى حتى 9، فيصبح المجموع التراكمي سورة الأعلى كاملة من الآية الأولى حتى الآية 19. فاحرص على مراجعتها وتثبيتها ولا سيما في صلواتك. بارك الله فيك. وفي الختام أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء بكم في درس جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.